28 سبتمبر هو اليوم العالمي لداء الكلب أو السعار. يقتل في العالم نحو 50,000 شخص معظمهم في البلدان الفقيرة، لأن وصفة العلاج الوحيدة تتعدى في هذه البلدان. الوصفة تختزل في تلقيح الحيوانات، وهنا تطرح خطورة الكلاب الضالة التي تنقل العدوى. حسين وزيك، عاصم أسكر. بأحد مآوي الكلاب بمنطقة تمسية بضواحي أكادير، أزيد من 120 من الكلاب المشردة تتلقى هنا الرعاية الكاملة من تلقيح وتطبيب. جمعية حماية الكلاب تؤكد أن التلقيح هو أنجع وسيلة للحد من داء السعار ومن انتشار الكلاب الضالة بشوارع المدن. تصفية الكلاب وقتلها ليس حلا لمحاربة السعار، الحل الوحيد هو التلقيح لتقليص أعداد الكلاب المسعورة. قتل الكلاب يتطلب مصاريف ضخمة، لكنه ليس حلا أمام المخاطر التي قد تتعرض لها الساكنة. اليوم العالمي لداء الكلب يأتي لإثارة الانتباه حول مرض خطير تتجاوز وفياته 50,000 شخص سنويا. فالسعار مرض فيروسي مميت، وعدم التعرف على أعراضه تزيد حتما من خطورته. والخطورة كتكبر أكثر أنه لا تيغي دانكيباسيون ديالو أو لا الفيروس الوقت فاش كيكون في الدف كيأخذ يقدر ياخذ شهور بلا ما نعرفوا بأنه الحيوان يحمل الفيروس. يعني في هاد الشهور هادو كتكبر الخطورة، يقدر يلعب معاه الإنسان دري صغير يلعب معاه يلكاغيس ويلولش إلى الفيروس. وتبقى الكلاب السبب الرئيسي في معظم وفيات البشر الناجمة عن الإصابة بداء الكلب. أما العلاج الوحيد فهو التلقيح. الفاكسيناسيون هي الوقاية، وهاد الفاكسيناسيون كتطرح مسؤولية على جميع المجتمع أو جميع الأطراف التي لها صلة بالحيوان، يعني من مربي الحيوان البسيط في الدار ديالو اللي عنده كليبة وقتية أضعف الإيمان يوفر له واحد الاستشارة طبية عند طبيب بيطري ويدير له الفاكسان ديالو كي اللي هو غير بوغ أسيغي واحد السلامة صحية ديال ذاك الحيوان وديال المحيط ديالو. داء السعار قد ينتقل من الحيوان إلى الإنسان عبر هذه الكلاب الضالة التي تنتشر جماعات بضواحي المدن، ما يستوجب البحث عن حلول ناجعة لتلقيح هذه الحيوانات ولجمعها داخل مآوي توفر الحماية والرعاية لحيوان سيظل واحدا من أوفى أصدقاء الإنسان.